رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو يلتقي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اختتام أعمال المنتدى العالمي للشباب الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ المصرية. رئيس الحكومة بايمي باداكي البير يلتقي بأعضاء خلية الاتصال والإعلام للجمعيات النسائية المعروفة بسلياف. ووزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تدريبية لنزلاء السجن المركزي بحي أم سنينة. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية التالية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا المساء. عاد عصر اليوم رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو قادما من جمهورية مصر العربية، وذلك عقب مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للشباب الذي احتضنت أعماله مدينة شرم الشيخ المصرية، وكان برفقته سيدة البلاد الأولى هند دبي إتنو. وعند وصوله إلى أرض الوطن استقبله بمطار جميل الدولي رئيس الحكومة بايمي باداكي البير وعدد من أعضاء الحكومة والعاملين بمكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء. هذا وخلال إقامته بشرم الشيخ المصرية التقى رئيس الجمهورية بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك على هامش اختتام أعمال المنتدى العالمي للشباب. عثمان عبد الغني إدريس مراسلنا من هناك. العلاقات المصرية التشادية تشهد المزيد من التطور والتعزيز، وذلك من خلال الزيارات القائمة بين الزعيمين إدريس دبي إتنو ونظيره عبد الفتاح السيسي بهدف تقويض الشراكة والتعاون في مختلف المجالات الحيوية والتنموية، سيما في المجال التجاري والتعليمي والاقتصادي. في هذا الإطار التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور وفدي البلدين. وتجيء هذه المقابلة على هامش أعمال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وقبل مغادرة فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو مدينة شرم الشيخ. هذه المقابلة التي استمرت زها ساعة ونصف ركزت خاصة حول الجوانب المهمة المشتركة التي تربط بين القاهرة وأنجمينا، وتعتبر مقابلة عملية وأخوية ومتميزة. سبقتها مقابلة جمعت بين الزعيمين فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وعبد الفتاح السيسي في العاصمة إنجمينة شهر أغسطس الماضي. رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو طلب من نظيره المصري زيارة رحلة الطيران المدني إلى العاصمة إنجمينة والمحنة الدراسية للطلاب التشاريين الذين يدرسون في مصر. واتفق الجانبان بأن اللجنة المشتركة بين مصر وتشاد ستجتمع في ديسمبر المقبل بالقاهرة العاصمة المصرية.